معانا على الهاتف الدكتوره ايرين سعيد، عضو لجنه الصحه بمجلس النواب. اهلا بحضرتك يا ست النائب. اهلا يا فندم. اهلا بيك يا دكتوره. يعني بصراحه يعني لما الدوله قايمه بمجهود كبير جدا في مبادرات كتيره جدا، وانا من وجهه نظري مبادره كمان 100 مليون صحه وموضوع شلل الاطفال وفيروس سي ما فيش الحمد لله دلوقتي موجوده عندنا في مصر، وحملات غير مسبوقه ومبادرات غير مسبوقه، يعني راي حضرتك في جهود الدوله يا فندم في القطاع الصحي؟ الحقيقه جهود الدوله في القطاع الصحي ما يقدرش حد ينكرها وحس بيها المواطن البسيط اللي في ابعد محافظه في مصر. هي نعم. الفكره في المبادرات ان هي شملت الجميع ووفرت الحق الدستوري اللي بيقوله الدستور، حق المواطن في الصحه على مستوى الجمهورية وعلى كل المحافظات والقرى وأبسط النجوع. المبادرة شملت الجميع، وهي الحقيقة مش مبادرة بس، يمكن هي 100 مليون صحة هي أكبر المبادرات، واللي يمكن قضت زي ما حضرتك قلت على فيروس سي. نعم. مش بس فيروس سي، هي كشفت على الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة زي الضغط والسكر، ووفرت العلاج للملايين من المصريين. كانت مبادرة عظيمة جدا، ولكن كمان كان في مبادرة الكشف المبكر عن السرطان للسيدات. ايوه، عن سرطان الثدي وصحة المرأة يا فندم. بالظبط. دي مبادرة هايلة بصراحة. محترمة جدا، واستهدفت سيدات كثيرة جدا كان الموضوع بالنسبة لها مخيف ومقلق. كمان في حاجات، في مبادرات للتقدم والأنيميا في المدارس، نزلوا المدارس كشفوا على الولاد كلهم. نعم. أطفال مصر كلهم وفروا لهم العلاج ومتابعة دورية لصحتهم والمستوى التقزم بتاعهم أو السمنة. نعم. أو سوء التغذية. مش بس كده، هي كمان اشتغل فخامة الرئيس على حاجة موازية، أنه عشان تبقى للطفل صحة سليمة لازم يكون في تغذية سليمة، فاهتم بأغذية المدارس واهتم بعمل مدينة الغذاء عشان توفر بشكل مباشر أغذية متكاملة للأطفال في المدارس. نعم. الحقيقة نحن يمكن ما اقدرش احصر المبادرات اللي شملت ال طبعا هي مبادرات كتيره جدا يا فندم، كتير جدا، وفي منها توعويه لصحه الام والجنين والارشاد الاسري عشان الام تقدر تبقى ام كويسه وتجيب طفل سليم. نعم. في مبادرات كتيره جدا الحقيقه، احنا كل يوم بنسمع عن مبادره جديده، مبادرات للتوحد هايله بصراحه، هايله، مبادرات هايله يا فندم. بالظبط. ده غير طبعا الشغل على الاساس اللي هو المنشات الاحلال والتجديد اللي كل المحافظات هتلاقي وحتى كمان مبادرات كمان ذوي القدرات الخاصه او ذوي الهمم كان ليهم نصيب الاكبر كمان يا فندم من المبادرات. هم ذوي الهمم هم كانوا على راس اولويات السيد الرئيس، ولما نعم تولى الحكم كان اكتر اهتمامه بالفئات اللي كانت مهمشه والغير معتنى بيها، وكانت على راسها ذوي الهمم والمرأة، دول كانوا على رأس أولوياته في كل حاجة. نعم. اتعمل صندوق لدعم ذوي الهمم بشكل عام. نعم. طبعا يعني هو بصراحة بيتعامل بإنسانية جدا، ويمكن حتى على رأس أولوياته الفئات اللي ما كانش قبل كده حد بيهتم بيها. طيب دكتورة رين، يعني حضرتك عضو لجنة صحة بمجلس النواب، وأكيد أنتوا قدمتوا كذا مشروع أو كذا ملف عن موضوع تنظيم الأسرة. لان انت شايفه حضرتك موضوع التعداد السكاني، وبنزيد يعني اكتر من 40 طفل في الساعه، ولا في يعني في ولا يعني احنا بنزيد كل ساعه 60 طفل حاجه زي كده يعني. ف وفي الثمانينات يا فندم احنا كنا بنزيد مليون نسمه في السنه، دلوقتي وصلنا ل 2 مليون نسمه، وانت عارفه كويس جدا حضرتك ان التعداد السكاني او الزياده السكانيه بتاكل قطار التنميه. فاكيد انتوا قدمتوا يا فندم مشاريع جديده، لان يعني احنا من موضوع تنظيم الاسره احنا بنتكلم فيه من 40 سنه. بالظبط. فاحنا محتاجين يا فندم وقفه كبيره جدا يا فندم للموضوع دوت، لان كل المسؤولين فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء كل تصريحاتهم بيقول لك ان قطار التنميه بيتاكل من موضوع الزياده السكانيه، لان الزياده السكانيه بتاكل اليابس والاخضر. بالظبط. طب انتوا بقى بتتعاملوا ازاي بقى كبرلمان يا فندم؟ بالظبط. احنا مبدئيا بتجيلنا في موافقات وفي اتفاقيات ومنح بتوجه بشكل مباشر لدعم هذا الملف، ولكن احنا كان بيكون اغلب مطالباتنا لما بتجيلنا منحه او بتجيلنا اتفاقيه مع دوله اوروبيه لدعم ملف الزياده السكانيه فكره تعظيم الاستفاده من المنحه اللي جايه لنا، وايضا مش عدم الاستفاده عن طريق ان انا ادرس
خصائص البيئه اللي بتخلي فيه زياده للسكان. ليه الناس بتبقى مقبله انها تجيب اولاد بالرغم من الحاله الاقتصاديه الغير عاليه؟ ندرس ده ونتعامل عليه. نعم فن. ايضا احنا طالبنا بمشاركه العمل المجتمع المدني. المجتمع المدني اثبت جداره في اداره هذه الموضوعات. ليه؟ لانه بينزل الناس في الشارع وبيكلمهم بلغتهم وما بيبانش انه موجه بشكل رسمي. فكره التعاون ما بين الحكومه وما بين مؤسسات المجتمع المدني اضافت كتير للملف. نعم. كمان طريقه الخطاب اللي بيوجه لل الراجل لازم يختلف عن اللي بيوجه للسيده، اللي بيوجه لساكني المدن غير اللي يوجه لساكني القرى. نعم. فكره كمان تغليظ عقوبه عماله الاطفال، لانه نعم. الناس عشان كل واحد يتحمل مسؤوليه الاولاد اللي جابهم، انا مش هجيب اطفال واشغلهم وهما يجوا برزقهم زي ما بيقولوا. نعم. فطالبنا فكره انه عماله الاطفال لازم تكون مغلظه ومطبقه، قانون بتاع الطفل لازم يطبق. وانا لو شفت فكره التسرب من المدرسه بعد كده يتم معاقبه الاب والام اللي ما بيسجلوش ولادهم في المدارس. يا فندم ده بيخلفوا وينسوا، يعني انا مش عارف، يعني يقول لك انا اخلف اللي يتعلم يتعلم واللي يذاكر يذاكر واللي يشتغل يشتغل. هم مش بينسوا بس، يا ريت بينسوهم، يعني هم بيشغلوهم عشان يساهموا في مصاريف البيت. نعم يا فندم. احنا بنشوف حالات مأساويه واطفال مظلومه. ده حقيقي. فان انا اغلظ العقوبه على الاب والام اللي يخليهم. يا ريت يا فندم يطلع مشروع من عندكم من مجلس النواب. في قانون، ولكن يا فندم وعايزينه يطبق يا فندم، يعني احنا مش احنا عندنا قانون بس احنا عايزين نطبقه بقى. وبعدين يا فندم برضو في سؤال تاني، هل في تعاون ما بين لجنه الصحه بمجلس النواب باللجنه الدينيه؟ لان انت عارفه طبعا حضرتك يعني الموضوع دوت محتاج برضو عايزين وعي ديني، لان يقول لك لا اصل العيل بيجي برزقه والكلام ده. احنا كلنا لما بيبقى فيه موضوع بس ينزل الجلسه العامه بيبقى فيه لجان مشتركه بتدرس الامر وبتناقشه بشكل رسمي. ولكن هو اللجنه الدينيه عندنا في مواضيع كثيره كانت شائكه واخذت قرارات جريئه وقويه. مش فكره ان اللجنه الدينيه تقول انه ما احنا اللجنه الدينيه كلها ناس مثقفين ومتعلمين. نعم. وقادرين يوجهوا. اهم حاجه يا فندم الخطاب الديني بتاع الامام اللي قاعد في القريه. دي حقيقه. مش النخبه. دي حقيقه. ما هو انا العالم الجليل اللي معايا في المجلس هو مش هياثر على الناس اللي في القرى. اللي هياثر على الناس اللي في القرى هو العالم اللي بيأمهم في الصلاه يوم الجمعه ويتكلم معاهم، هو اللي منهم، هو اللي لازم يقتنع، هو اللي لازم نفهمه ازمه ان انا اجيب ولاد كثيره وما ربيهمش بشكل سليم او ما اصرفش عليهم او ما مرعاهمش او ما اديهمش حقوقهم. نعم. طيب دكتوره عايزين بقى نروح بقى ايه يعني لحته ثانيه بقى. انت عارفه كويس جدا حضرتك ان ملف الصحه بيهم جدا حقوق الانسان، منظمه حقوق الانسان. فاحنا ما شفناش يا فندم يعني رغم كل المبادرات الهائله اللي قامت بيها الدوله، البرلمان الاوروبي ما فيش اشاده من البرلمان الاوروبي، ما فيش اشاده من منظمات برضو حقوق الانسان اللي بره زي هيومن رايتس والحاجات دي. ليه يا فندم؟ ايه السبب؟ والله يا فندم هو حتى البرلمان الاوروبي كان مطلع بيان يعني متنافي تماما مع الحقيقه. ويمكن لو حضرتك شفت في او تابعت الكوب 27. نعم. هو يعني شعارات حقوق الانسان يلوح بها لما بيكون في غرض ما يخدم هذه الامم. نعم. غير كده كل الشعارات اللي بتتحط في وش المواطن العربي او المصري بتختفي تماما لما بتختفي مصلحه هذه الدول. نعم. فاحنا بالنسبه لنا احنا مش عايزين من حد اشاده. نعم. يعني سواء الحكومه المصريه بتشتغل عشان المواطن المصري، المواطن المصري بيشتغل عشان عايز يحسن من حاله. احنا مش هنستفاد اي حاجه لما يقولوا الله برافو انتوا بتشتغلوا او انتوا وحشين. احنا مش عايزين الله برافو، بس هم ما يتهموناش بقى اللي احنا بقى مش مهتمين بملف الصحه هنا في مصر. يعني هم ما يتهموناش، احنا مش عايزين اشادات منهم، بس احنا عايزين ابسط حاجه ان هم ما يوجهوش لينا الاتهام ويتكلموا بموضوعي عننا. لسه من قريب ال WHO منظمه الصحه العالميه اشادت باداء السيد الرئيس في التعامل مع ملف الصحه، اشاده واضحه، وكانوا عندنا هنا في مصر ويمكن من شهر تقريبا، وكانوا فخورين جدا بالحاجات اللي حصلت. لا، والحاجات اللي عملها الرئيس في مجال الصحة بالذات، يمكن أنا عشان مختصة. نعم. ناس كتير قوي حاسة بالفرق ودول كتيرة بره حست بالطفرة. احنا دلوقتي بقينا بنفكر بفكرة انه احنا عايزين نوطن صناعات كتيرة، يعني في أدوية كتيرة في مصر اتوطن صناعتها،
ان انا اعمل لقاح الكورونا في عز ما الدول كانت بتتخانق مين هيجي لها منحه ولا معونه من الدوله اللي بتنتج. احنا وطنا صناعتها جوه مصر خلال سنه في عز ما كانش في اقتصاد اصلا. نعم. احنا عملنا الانسولين في مصر لسه من قريب في انسولين. وبقى في اكتفاء ذاتي كمان يا فندم. وعندنا اكتفاء ذاتي، احنا شغالين على فكره الاكتفاء الذاتي من الاورام، من ادويه الاورام. مهمه جدا. بالظبط، احنا بنتطلع ان احنا نعمل سياحه علاجيه في مصر. نعم. احنا بدانا فيها يا فندم المفروض يعني. بنتطلع ان يبقى عندنا. يعني واحنا بدانا فيها حتى يعني انا يعني كان قرار من وزاره الصحه اللي هم اختاروا اول حاجه معهد ناصر كمنتجع سياحي زي طبي. كبدايه. واشتغلنا على زراعه الاعضاء ونقل الاعضاء وده. نعم. حاجه طفره كبيره جدا. في حاجات كتيره قوي في الصحه شغاله في كل اتجاه. يمكن المبادرات هي حل سريع بيحس بيه المواطن المصري، لكن الحاجات اللي بتتعمل لسه المواطن المصري ما حسش بيها الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي دلوقتي. نعم. بتحس بمفعولها كمان 4-5 سنين. نعم الدكتوره. نعم الدكتوره ايرين سعيد عضو لجنه الصحه بمجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك.